والرائعة جدا. احنا ما نبغى نستعجل الحكم، لكن لا احنا مقاطعنا هذه معذرتي يا ابو عبد الله لا تعني انهم نجوم للمستقبل، احنا نتكلم عن ما مضى من 11 يوم. نعم بس بالفعل من الاسماء المميزة خلال 11 يوم الماضية واثبت نفسه بجدارة. يعني انا اعجبني في عدة نقاط. النقطة استغلاله المواقف لابراز موهبته، يعني لما سوى الشباب فعالية اسوأ شاعر تصدر وكان هو المقدم لها، في حفل الزواج كان ايضا مقدم، في كذا فعالية قدم نفسه كمقدم، في كل خلنا نقول موضوع يطرح كان سلطان الهميلي متصدرا في موضوع تقديم، ليس التقديم فقط بل خلنا نقول جابر لخاطر زملائه حاضر في كل المواقف. سلطان الهميلي وكفى، خلنا نشوفه في مقطع قصير ونعود إليكم مشاهدينا الكرام. ياكم الله جمهور سكريبت في منافسة أصوات سكريبت. صلى الله عليه وسلم يقول فيما معنى الحديث: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. اركض طيب، اركض 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 خلاص طيب. المقطع الأخير يا أبو مبارك يبدو أنه كافي للتعليق. سلطان هذا روح، سلطان يعني أيقونة صراحة. أنا أهنيه يعني قلبه بأخوياه وبمشاعرهم وب يراقبهم يشوف المهموم يفضفض. يا رجل لو بس مقطع يوم هو يحصن خويه عبد الله الشهراني. لا هو الواحد يحصن نفسه ولا يقلبها رقية شرعية. لا لا يا أخي كم والله كم من دعوة بيجي من أمهات المتسابقين بيض الله وجه حصن ما يمعه. أنت سمعت هذه الحالة تكفي. وسلطان أنا 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 من وجهة نظري إن الأب الروحي. هل هو جابر خواطر نقدر نسميه بعد؟ نعم. والله 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 فيه جميع الصفات اللي تخطر على بالك الطيبة. ما يحدث تحت الهواء بعد، أنا متأكد إنه أكثر مما يظهر على الشاشة. سلطان بسام نموذج رائع لمتسابقين نفتخر فيهم، والنسخة كلهم ما عليهم زود بإذن الله. من يثبت نفسه سنستعرضه في قادم الأيام. تسمح لي بس أعلق على سلطان بكلمة واحدة؟ تفضل. سلطان أنا أسميه المليان، أنت الجميع يستفيد منك سلطان، استمر الله يوفقك. على فكرة ترى هو طرى أنه حيكون عنده مبادرة اليومين هذه عن التوتر، ذبح التوتر والتحدث مع الجمهور في وقتها، والله يوفقك وشد من أجرك. طيب. عايض جاهز معنا في الكونفشن روم يا شباب ولا نروح للمحور اللي بعده؟ طيب نروح للمحور ما بعد جهز عايض. ايش يسوي؟ ممكن اعرف ايش امس كان